أخيرا تحقق حلمنا، ها نحن الآن في محمية الدندر الطبيعية، واحدة من أقدم المحميات الطبيعية في العالم، ومن أكبرها ومن أغناها. هنا مركز محمية الدندر الطبيعية يسمى معسكر جالجو. يحتوي المعسكر على مكاتب الإدارة وثكونات ضباط وجنود حماية الحياة البرية. إضافة لذلك توجد غرف ومساكن للسياح والضيوف. يزداد شوقنا لجولتنا الأولى داخل هذه المحمية ونتوقعها واعدة بالمفاجآت. قبل ذلك لابد من تجهيز وجبة تعيننا على جولة استكشافية طويلة. الآن نستعيد شهادة معتمد محلية الدندر وهو يعدد لنا مزايا المحمية. محمية الدندر السياحية، وهي الجزء الرطب الثاني بعد غابات الأمازون على وجه الأرض في مساحات كبيرة، وتوجد بها العديد من الحيوانات والطيور النادرة التي لم تشاهد في كثير من محميات العالم. أيضا من ميزاتها هي محمية طبيعية بكلياتها، لم يتدخل الإنسان في تغيير الوضع البيئي بالنسبة لهذه المحمية. بداية مبشرة بالكثير والمثير. تفاجأنا بتوفر هذه الأنواع في بداية جولتنا، لكن يظل شاغلنا الأكبر ملك هذا المكان، فهو محور اهتمامنا، إنه الأسد. مرافقنا في الجولة محمد أحمد الكنون، رجل خبير هذا المكان وعارف بتفاصيل الحياة فيه. يقولون هذه المحمية من أقدم المحميات، من أغنى المحميات، من أكبر المحميات. أقدم المحميات ليه؟ أقدم المحميات لأنها تأسست عام 1935. يا سلام. بعد اتفاقية لندن أسست هذه المحمية في العام 1935، يعني أيام الاحتلال الإنجليزي للسودان. نعم. واستمرت محمية إلى يومنا هذا. استمرت محمية إلى يومنا هذا، إلى أن انضمت لمحميات المحيط الحيوي التي ترعى من اليونسكو والمرفق العالمي للبيئة والحياة البرية. جميل. يعني هي تعد واحدة من أقدم المحميات في إفريقيا وفي العالم، يعني مدام 1935. نعم. طيب، وهي من أكبر المحميات. أيوة، تعد من أكبر المحميات، وهي طبعا حتى في الوقت الحاضر يعني زي ما تقول الملاذ الأخير للحياة البرية في شمال السودان بعد انفصال الجنوب. وعلى الرغم من اتساع المحمية وتنوع الحياة فيها، نجد من تخصص في معرفتها لدرجة تؤهله لاستقبال طلاب جامعات السودان المتخصصين في الحياة البرية. يقدم لهم ما عنده من علم ومعرفة. إنه الدكتور عبد الهادي إدريس عمر، الأستاذ في جامعة سنار. فهو إلى جانب تخصصه الأكاديمي من أبناء المنطقة التي تقع المحمية
ضمن حدودها. تعتبر محمية الدندر من أكبر المحميات أو المحمية الوحيدة التي تقع شمال خط الاستواء في العالم، وأقرب المحميات للإهرامات المصرية. ده بديها ميزة يعني بميزة، لأنه أغلب الرسومات اللي توجدت داخل الإهرامات المصرية والإهرامات البجراوية في السودان تعتبر لها علاقة ربط بين محمية الدندر والحضارات القديمة. يعني أنا شفت مثلا في هذه الأهرامات شفت الأسد أبي دماك. أيوة. الشهير. أيوة. الإله السوداني القديم. أيوة. وجدنا الفيل. أيوة. وجدنا أيضا البوم، وجدنا أنواع من الفهود والنمور. أيوة. كل دي وجدناها في الآثار. أيوة، عشان كده نحن بنقول الآثار الموجودة في الإهرامات لها دلالة واضحة لارتباطها بمحمية الدندر. يعني كانت حضارة الفراعنة أو حضارة نبتة وحضارة كوش وحضارة مروي. أيوة. أي كانت تمتد إلى. تمتد إلى محمية الدندر. أيوة. جميل. أيوة. هذه الميعاد بلغنا انه عندنا احنا ثلاث بيئات في داخل هذه المحميه. ايوه. تتميز المحمية الدندر، نحن بنقسمها من ناحيه علميه، من ناحيه بيئات تتقسم لثلاثه بيئات. اول شيء بيئه الظهره. بيئه الظهره تتميز بنباتات خاصه. ايش معنى الظهره؟ اول الظهره المناطق العاليه البعيده من الميعاد والبحر او النيل أو النهر. فالظهرة الحتة العالية أشجارها بتختلف من أشجار الميعة، تختلف من أشجار النهر. بيئة الظهرة أشجارها دائما بنلقى فيها أشجار الطلح والهشاب واللعود والكاكموت، دي من الطلحيات، بالإضافة للهبيل والخشخاش والهجليج. دي كلها نباتات طويلة عارية السيغان تتحمل الجفاف. التربة بتاعتها تربة طينية متشققة، يصل عمق الشق ل 25-30 سنتيمتر. ده نوع التربة في البيئة الظهرة. حيواناتها أيضا تختلف من حيوانات الميعة والنهر. نجد فيها من الغزلان بنجد غزال المور وغزال مسير. يعني محل ما لقيت غزال المور وغزال المسير دائما بتلقاهم في الظهر فوق، بالإضافة للنعام وجداد الوادي في الطيور برضو بتلقاها في الظهر فوق. الحشائش بتاعتها حشائش طويلة تصل لمترين ونص وثلاثة أمتار، حشائش بيئة الظهر. مساحة شاسعة كبيرة مثل مساحة محمية الدندر التي هي واحدة من أكبر المحميات الطبيعية في العالم، لابد أن تجد بيئات مختلفة. هناك بيئة الأنهار، وهي بيئة تأتي في نحو 4 أو 5 أشهر، تتجدد فيها الحياة، حيوانات جديدة، طيور جديدة، أعشاب جديدة. الميعة منطقة تجمع مياه الأمطار، بالإضافة لفيضانات النهر. السقايات الخيران اللي بتجي من فوق بتجمع القش
والحشائش الموجودة وأوراق الأشجار المتصابة بتجمعها تجمعها في المياه، عشان كده بتدينا تربة تختلف من تربة الظهرة. تلقى التربة فوقها دوبال، فوقها مخلوطة مع أوراق الأشجار القديمة والأوراق الحشائش مع النباتات، فدائما بتلقى يعني تربة لزية جدا، وحتى الشقوق بتاعتها تختلف من شقوق تربة الظهرة فوق. نباتاتها أيضا تختلف، بنجد في من نباتات أول ميعة أشجار الميعة بنجد الصنط ياهو الكيشيا سيالة، بنجد الصنط، بنجد السدر، بنجد الدبكر، بالإضافة للخروف في بعض الميعة. الحشائش بتاعتها بنجد دائما أهم الحشائش الحليو. الحيوانات بتاعتها بنجي نلقى فيها الحلوف قريب من المياه، دائما تلقى الحلوف، والتقل قراب من المياه. ايوه البابون، نعم. دي القراب من المياه، دائما في المياه محل ما جيت التقل والحلوف معنا المويه قريبه، بتلقى الكتنبور برضو بيكون قريب من المياه. اما الابعرف ده برضو من غزلان الظهره فوق، حيوان حساس جدا، بيكون دائما في الظهره فوق وما بينزل الا في منتصف النهار لما يلقى انه ما في اي حركه للانسان. انواع الطيور في المياعات انواع كثيره جدا، في الطيور المهاجره وفي الطيور المستوطنه. الطيور المهاجره عندنا البجعه، وعندنا الكرين او الرهو، عندنا الاوبنبيل، عندنا السمبر ذو الرغبة البيضاء بيقول له ولي ستوب، وعندنا السمبر العادي. طير البقر ده قرد بيقول له شنو، من ثلاثة أنواع طير البقر، في طير البقر الكبير، وفي الكتل القرد، وفي اسمه القرد، من ثلاثة. بالإضافة للأبسعين في أنواع كثيرة جدا من الموزين، لكن طبعا دائما الموزين بيرتبط بأول الطيور. الطيور عادة تتواجد في المياعات على حسب الغذاء الموجود في المياه، يعني لو نحن لقينا مياه فيها كميه من البجعه نتاكد جدا ان المياه دي فيها اسماك. هي من أغنى المحميات. أي نعم، من أغنى المحميات، فيها توجد فيها 17 نوع من الثدييات الكبيرة زي زمرة الأسود والصيد بأنواعه، وتوجد بها 270 نوع من الطيور النادرة المستوطنة والمهاجرة. طب الثدييات تتحدث عنها، بعضها موجود كبير زي القطط الكبيرة، وبعضها انقرض. ما هي الأشياء الحيوانات التي غابت عنا في هذه المحمية؟ والله الحيوانات اللي غابت زي النمور والفيل والقطط الكبيرة، يعني حتى الآن هذا العام كان الشعار بتاع اليوم العالمي للحياة البرية، هذا العام كان أفعل شيء لمساعدة عائلة القطط الكبيرة اللي هي زي الأسود والنمور. الأسود يعني دائما كل يوم نحن نسمع أصوات الأسود، واضح أنه يوجد هنا قطيع من الأسود. تقريبا كم تعداد الأسود في الحظيرة؟ والله يعني مؤخرا كان في يعني زي بحث من أحد الباحثين، فبتحدث عنه أنه يوجد عدد كبير من الزمر، بيوجد في شكل زمر داخل المحمية. وزع فريق أرض السمر مهامه
لتغطية أكبر مساحة تتاح له خلال الأيام القليلة التي يمضيها هنا. لكن ما زال يشغل بالنا الملك، أين الأسد؟ يبدو أن سيد الغابة يجيد الاختباء لدرجة تجعلنا نشك في وجوده هنا لولا شهادات الخبراء. الأسود في المحمية طبعا يعني حول اللي قلبه، نحن حسبنا 13 مملكة أو 13 مجموعة، 13 جروب حول قلبه، حول قلبه هاي يعني 13 جروب، هاي 13 عائلة. أنا قعدت مني مساحة بتاع 6 أمتار، قاعدين معي طلاب جامعة الزالمية بنصور فيه يمكن لفترة بتاعت ساعة إلا ربع. أفهم من كلامك أنه غير مهدد بالانقراض؟ لا غير مهدد بالانقراض، ماشي في تطور كويس جدا، أحسن من كثير من الحيوانات. تنوع بيئات المحمية منحها غنى في أنواع الحيوانات بكل فصائلها، طيور مستوطنة وأخرى مهاجرة مع أنواع نادرة. هذا غير الغطاء الشجري والعشبي الكثيف والمتنوع الذي يغطي المحمية. الأفيال لماذا غابت عن المحمية؟ هي مش غابت، هي تتواجد طبعا في المواقع الحدودية مع الجارة أثيوبيا، بس لم تعد تدخل إلى داخل الحظيرة. والله تدخل في فصل الخريف. النمر في المحمية انقرض تماما، ما في نمر في المحمية. السبب الأساسي الصيادين طبعا، هم السبب الأساسي في انقراض النمر. وانقراض النمر والله آخر نمر شوهد في سنة 86 المجاعة. فالسبب الأساسي يمكن تأثير انقراض النمر أثر كثير جدا في المحمية. هسه لو ملاحظ إنه البابون أو الكريت التقل زاد بطريقة عشوائية كثيرة جدا. التأثير الزيادة بتاعت النمر، انقراض النمر هو الأثر في زيادة البابون، لأنه النمر بتغذى على البابون. زيادة البابون أثرت في انتشار شجرة الدوم. شجرة الدوم يجي الحريق يأكل السعف، النار تقوم تأكل السعف ليه فوق وتشهب أي تاج شجرة قريب من شجرة الدوم. وأي شجرة من أشجار النيلية بالذات اتشهبت من الرأس من تاجها بالنار بتموت، بتنشف. أول ما نشفت في أنواع كثيرة جدا مرتبطة بالنيل انقرضت. الشجر ذات مع النيل بيكون دائما قايم في قنطور، يعني القنطور محازن النهر. هو قرية النمل. ايوه بيت النمل او قرية النمل. محازن النهر. الشجرة تنشف، تجي النار تاكل الشجرة، العود الناشف تصل لقلب القنطور تقتل الكينغدم بتاعت النمل، المملكة بتاعت النمل. وهذا الكينغدم تبعت النمل دي أيوة. تصب التربة. او يأثر على خصوبة التربة. ثانيا عندنا حيوانات كثيره جدا من اكلات النمل تاثرت. اكلات النمل ذات بندلاف وبقرف ويمكن انواع كثيره جدا تاثرت بانقراض النمل رحلت. التجوال في المحميه يكشف لنا بعض تجاوزات بعض الاهالي من قرى المحميه، لكن أسوأ هذه التجاوزات ما يصنعه الراعي الجائر بها. الراعي أخطر من الصياد. الصياد بيكون شايل بندقيته، بندقية قناصة، شايل 10 يا شايل 20، بيصيد الصيدة في مقتل برمية قد. أما الراعي بيضرب بندقيته كلاش، في طلقة عشوائية تصيب الصيدة، الصيدة تجرف، ما ممكن يخلي بهايم ويطارد الصيدة، الصيدة تمشي تموت بعيد. يضرب يخسر له 8-9-10 صيادات عشان يقتل في النهايه واحده، يصادف تقتل في المقتل يستلمها. الراعي يطلق نار شوائيه عشان يفتح ممر للبهائم بتاعته، لو لقى حته فيها قراد برضه يحرقها من النار.
خطوط الصياد كبيره جدا في فتره، خطوط الرعي كبيره جدا دي في فتره، النعام يكون مبيض، جلاد الخلد يكون مبيض، الغزلان تكون وعلى جليد، يفك النار يكون خرب خراب ما عالي. حتى الزراعه الحيوان الاليف ذاته بنقول لنا امراض للمحميه. هسه لو ملاحظين السنه اللي فاتت كان في ابو دميعة، فلقينا عدد كبير جدا من الغزلان ميته قاتله ابو دميعة، بالرغم انه يعني الامراض في وسط الحياه البريه، وجود الاسد بحاول بحافظ لنا على قصه الامراض دي، لانه الاسد اساسا بيكتور الضعيف، دائما الاسد يطارد القطيع بتاعه، غزلان القطيع الصيد كله يكون جاري قدامه، اضعف واحده لو مريضه لو هنا بيقتلها، اما السليمه بتمرض، بيكون خفف منع انتشار المرض بكتله للضعيف. على ذكر الاسد، الان وفي مكان قريب من هنا استدل فريقنا على ما يشير الى حركه اسره من الاسود، يبدو انهم يتجهون نحو ميعه لقتل ظمأ النهار. لحقنا بهم لعلنا نتشرف بمقابلة السيد الأسد من بعيد طبعا. سعدنا كثيرا ونحن نمر في هذه الطريق داخل المحمية أن وجدنا آثارا حية للأسد. واضح هناك أسد. نتمنى أن نصل إلى هذا الأسد، هو درة محمية الدندر. أظن أنه دخل من هنا، واضح أنه دخل من هنا. دعونا نتوغل قليلا لعلنا نرى مشهدا يسمح لنا به التصوير. حركة عنيفة لحيوانات وصراخ مزعج لا يشير إلى ما نبحث عنه. استعنا بأدق عدسات التصوير. نظرة من بعيد تجعلنا نحمد الله أنه في متناول كاميراتنا، ونحمد الله أننا لسنا في متناوله. أرض الجمال والخير، أرض السمر والنيل، حضارة ممتدة، حضارة ممتدة. أرض الجمال والخير، أرض السمر والنيل، حضارة ممتدة، حضارة ممتدة. حاولنا نبقى دليل نعكس صور للغير، سودا فيه كتير.